هنحتاج 3 طماطمات قطع، 150 جرام الخس القطع، 1 فلفل احمر، 1 فلفل اخضر قطع، 5 من الفجل من راس الفجل الابيض ومتقطعين قطع صغيره، 100 جرام من البقدونس المفروم، 4 معالق من عصير الليمون، 3 معالق من دبس الرمان كبيره، 2 من فص الثوم المهروس، معلقه ملح، رشه سماق، 2 معلقه زيت زيتون كبيره، وعيش ابيض او عيش شامي او عيش لبناني بنقطعه مربعات كده، بنقصه بالمقص او بنقطعه بالسكينه وبنحمره في زبده. يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا. انا هحتاج بوله الاول علشان اعمل الدريسنج بتاع الوصفه. هجيب مضرب، هاخد الليمون مع الدبس الرمان، ودبس الرمان من اهم الحاجات في الوصفة دي، الملح، والثوم المهروس، قلبهم، والسماق. السماق بقى بيدي مع الليمون ومع الثوم مزازة حلوة جدا كده. نجيب بقى زيت الزيتون، نقلبهم مع بعض كويس. دلوقتي بقى هنجيب البولة اللي هنعمل فيها السلطة بتاعتنا، هنحط المكونات كلها مع بعض. طماطم، الفلفل الأخضر، والخيار، والخس، نعناع، والبقدونس. نقلب دول الأول كده مع بعض، شوية من الدريسنج كده. اقلبهم كده مع بعض عشان اخلي قبل ما اضيف العيش عشان الـ 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 كل الخضار بتاعي ياخد الدريسنج اللي انا عملته. دلوقتي هضيف الفجل الابيض، العيش،